انت لسه ما زهقتش؟ مش هزهق لغايه ما اسمع قرارك بوداني. معاي ولا مش معاي؟ وايه اللي يضطرني اعمل كده؟ ايه اللي يخليني احط ايدي في ايد واحد زيك؟ السؤال هو ايه اللي يضطرني اني اعمل كده؟ ولعلمك بقى، انا ممكن اكمل سكتي اللي ابتديتها بعد ما خرجت من السجن لوحدي من غيرك، بس انت بقى تهمني. ما انت ابن توفيق صاحب عمري اللي قتلوه غدر. لا يا ريس، مش هتقدر تعمل حاجة، مش هتقدر تعدي اي خطوة في السوق ده الا بمزاجي لما انا اسمح لك بكده. اوعى تفتكر ان محل الكن ولا البضاعة اللي مسرحه يوزعها كل ده بيحصل وانا نايم في العسل. لا، بس انا مش عاوز اعمل شوشرة ومنتظر رجوع الحاج بالسلامة عشان ما يعدنيش العيب تاني. رجوع الحاج تاني وتالت ورابع، ولعلمك دي الحاجة الوحيدة اللي حيشاني عنك. لو الحاج ما رجعش بالسلامة لا سمح الله، انا مش هرحمك، انا هخلي سمك البحر ده يتسلى عليك. يعني انت بترفض ايد اللي ممدودة لك؟ مش لما اعرف الاول الايد دي كانت فين وعملت ايه. سلام. ايوه اللي بتخبط. ازيك يا بنتي يا نعمة؟ خطوة عزيزة، وحشاني يا بنتي. انتي كمان يا حبيبتي. عامل ايه؟ ايه كل ده؟ دي شوية حاجات عشان العيال. لا ما مالكيش حق كده برضو يا نوجة. ما انت زعلتي مني المرة اللي فاتت لما اديتك فلوس في ايدي، قلت خلاص اجيب شوية حاجات يفرحوا العيال. يا اختي ما تحرمش مني، مش عارفة ودي جمايلك فين. ربنا يخليكي ليا يا اختي. بقولك ايه، ما تقلبيهاش غم وحياة ابوك، خلينا نفرح وننبسط. شوفي 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 جبت العيال ايه. بصي كمان، امال هما فين؟ عند الجيران يا اختي. بصي انا جايبه المقاسات مظبوطه، بس لو حاجه طلعت كبيره ولا صغيره ابدلها على طول. مش عارفه ودي جمايلك فين يا نوجه. اللي هو كان اخباره ايه؟ معقوله يا نعنع بتسالي على الكن؟ يا بنت عندك امل انه يردك تاني؟ مش امل، بس انا كل ما بفكر وعيد حساباتي أقول فيها إيه يعني لو كنت عديتها واستحملت؟ إيه يعني ما كان يتجوز؟ مش من حقه برضه، ما هو الشرع محللنا أربعة. الله يخرب بيتك يا نعمة، يا بنت عايزاه يتجوز عليك أربعة؟ لا 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 لا، الكلام ده من ورا قلبك، أنت أصلك ما شفتيش نفسك ساعة ما سمعتي الخبر. وقتها ما شفتش قدامي، زي أي ست بتتجنن وبتطلب الطلاق. بس لما رجعت للفقر والشقة والغلب اللي أنا فيه قلت كان فيها إيه؟ كان فيها إيه لو كنت استحملت؟ بيبقى هين علي أضرب نفسي 100 جزمة قديمة، على الأقل كنت عشت في ظل راجل بدل الغلب والشقة اللي أنا فيه. مش كان هيبقى أحسن؟ اسمعي مني يا نعمة، مش أحسن ولا زفت. الواحدة اتفرط في مال الدنيا كله ولا اتفرط في ذرة من كرامتها. ما تفهمينيش غلط يا نوجة، سهل عليكي قوي تقولي الكلام ده. ما هو اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار. مين عارف ليه هو سعيد عاوز يتجوز عليكي؟ غيري بقى السيرة دي وخلينا نفرح شوية. احنا ايه، ما بنعرفش نفرح؟ شوفي شوفي الحاجات اللي انا جايبها احسن. الشركة مليان على اخره، الشركة مليان على اخره، الشركة مليان على اخره. استناني هنا.
بتعمل ايه عندك يا تومه؟ حندق. ايوه حندق، مالك اتلبشت كده زي ما تكون شفت عفريت؟ عفريت ايه يا جدع؟ عفريت اللي بناء ادم. وايه الريحه دي؟ مش عارف، عندي زكام مش شامم حاجه. ده زي ما تكون ريحه بنزين دي ولا ايه؟ بقول لك مش شامم حاجه، انت طرش. طب وايه الجركن اللي في ايدك ده؟ مش عارف، مش بتاعي. ماشي، تصبح على خير يا تومه. يعني ايه مش فاهم؟ زي ما سمعت يا كرم، زي ما دخلت بيتنا بالمعروف تخرج منه دلوقتي حالا برضه بالمعروف، ويا دار ما دخلك شر. الكلام ده مظبوط يا قطام؟ وممكن اعيده لك بالحرف الواحد لو حبيت تسمعه تاني يا كان. احنا كفايه قوي لحد كده اخويا، كل واحد فينا يرجع لطريقه. الكلام ده يتقال دلوقتي احسن ما يتقال بعدين. بعدين ده ايه؟ ده الفرح بعد بكره، والدعوه انطبعت، والفرقه جهزت، والناس كلها عرفت. النصيب بقى تقول ايه؟ اقوله بالفم المليان كمان. مش انا اللي اتعمل فيه كده، مش انا اللي اتلعب به واتشقط من ايد لايد زي الكره الشراب، مش انا اللي واحده زيك تعمل فيه كده. لسانك جوه بقك، واعرف انت بتقول ايه والمين، وما تنساش نفسك. واذا كنت ناسي انت مين وانا مين افكرك. شكلك انت اللي نسيت ان انت اللي جريتي ورايا، مش انت جيتي لي المحل وقعدت تتميسي لغايه ما رجلي جت في الخيه وجرجرتني لحد ما عقدت عليكي. اخلص قطع لسانك. انت البنت ما كنتش تحلم تخشه، بس انا غلطانه، انا اللي نزلت مستواي لمستوى واحد زيك. لكن خلاص يا اخويا، انا فقت وما عنديش استعداد اصلح غلطه بجريمه. الجوازه دي بعيده عن شرمك يا كان، ولو انت اخر راجل في الدنيا انا مش هتجوزك. عارف ليه؟ لانك عامل زي الدبان، ممكن يعف على طبق العسل لكن في الاخر بيرجع للزباله اللي هو جاي منها. انت بتغلطي فيا كمان؟ يا خرابي برا برا احسن، ودين النبي اصوت واجيب لك البوليس وهفتيحها بفتيحها يا كلب. برا برا. ماشي ماشي يا مستعفيه، انا خارج. بس يكون في علمك نجوم السماء اقرب لك من الطلاق، انا حاسبك زي البيت الواقف. سلام عليكم. الشبكه تتمنها برنسيسة. يخرب بيت الحكاية. جابك نيلة. بلاش اللف والدوران ده، انت جاي تقول ايه بالظبط؟ في ايه يا سيستين؟ فيها ايه يعني لما اجي اسالك بيني وبينك عن الحاج سلطان؟ هي شغوطه، ما قلنا انه مسافر في مأمورية وهيتاخر حبتين. متاكد يا سيستين؟ لاخر مره هسالك يا عم تيسير، انت جاي عاوز تقول ايه بالظبط؟ ايه اللي فكرك انت وابوك بالحاج سلطان فجاه كده؟ وانتوا ليكوا فلوس؟ لا يا عم، فلوس ايه؟ انا بس عامل عليك. الكلام اللي بيتنطور حوالين الموضوع ده مش حلو، ومش عارف ان كان واصل لك ولا لا. مش حكاية كلام، في حاجة تانية مخليك تجيني في الساعة دي. جاي اقولك خلي بالك يا سيستيم. خلي بالي من ايه؟ مش هقدر اقولك كل الكلام دلوقتي، احنا اصحاب واللي بينا شغل، وواجب عليا لما احس بغلط اجي ابلغك.
بس مش واجب عليك تيجي تقول كلام وتحيرني وتسيبني وتمشي. انت كده عامل زي اللي رقص على السلم، لا منك فهمتني ولا منك فضلت ساكت. بص يا سيستيمو، في شوشره ابتدت تحصل حوالين موضوع سرجون. شوشره ازاي يعني؟ من انهي نوع؟ كل اللي اقدر اقوله لك ان لو التمثال لسه معاك يا ريت تتخلص منه بسرعه، لان اي تاخير زياده عن كده هيعرضنا كلنا للخطر. في حد بعتك تبلغني الرساله دي؟ بس استيمو انا جاي لك من نفسي. بص يا عم تيسير، سواء ليك او لغيرك انا كلمتي واحده، التمثال ده ما اقدرش اتصرف فيه الا لما الحاج سلطان يرجع بالسلامه. مو عشان كده انا عايز اعرف هو فين واتاخر ليه. الغايب حجته معاه، عن اذنك. الو، خير في ايه؟ ريحه البنزين ماليه الدنيا يا باشا. تقصد ان الحكايه فعل فعل؟ والله انا ما اعرفش، دي انتوا اللي تعرفوها. هو مفيش شهود؟ ما حد شاف حاجه لحد دلوقتي؟ لا، سكان العمارات اللي حوالين السوق لما شافوا الدخان طالع عمال الدنيا هم اللي بلغوا. هو ايه اللي بيجرى بالظبط يا سعيد؟ انا مش عرفني يا باشا. طيب حصلنا على الاسم. الخير في ايه؟ خير ان شاء الله، هنعمل محضر. امال انت فاكر ايه؟ يا سعيد، مش ناوي تقول لي بقى ايه اللي بيحصل عندكم في السوق بالظبط؟ زي ما قلت لك يا باشا، العادي. هو الحاج سلطان لسه مرجعش؟ لسه. انت مش قلت لي انه مش هيغيب؟ ظروف الشغل بقى، الله يعينه. ويعينك انت كمان. ما انا سمعت انه كتب لك كل املاكه قبل ما يسافر، مش كده؟ كده يا باشا. انت ما بتتهمش حد معين بحرق الوكالة؟ لا يا باشا، انا هتهم مين؟ ده السوق كله حبايبنا واصحابنا وخيرنا عليهم كلهم، مين فيهم اللي يعمل كده معانا احنا بالذات؟ طب السوق وكله ناسنا وحبايبنا ونسايبنا، ماشي، ما قلناش حاجة، ملكوش اعداء بره السوق؟ اعداء زي مين يا باشا؟ هو ينفع برضه تجاوب على سؤالي بسؤال؟ انت عارف يا باشا احنا شغلنا كله في الشمس، ما عندناش حاجة نخبيها ولا نخاف منها، كل شغلنا في السوق وما عندناش تعاملات برا السوق عشان يكون لنا اعداء براه. انت ما سمعتش الكلام المتنطور في السوق عنك وعن الحاج سلطان؟ طبعا سمعت، وانا بصراحة قلت للحاج سلطان، كان دايما يقول لي خلي اللي يتكلم يتكلم، وانا لقيت معاه حق. ما انت يا باشا عارفهم في السوق وعارف اللي جواهم. ماشي يا سعيد، انا مضطر دلوقتي امشيها رسمي، واسمعها مني، لو بتشك في اي حد لازم تقول من دلوقتي، لان محدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. طب اعمل ايه يا باشا اذا كنت ما بشكش في حد؟ اتبلع الناس يعني؟ اما جبت لك الحلو كله، اما تشوف اللي جبته لك هتقومي تجري زي الحصان. اما توما، انت فين اما توما؟ عايز أنا تهامي؟ أمي فين تهامي؟ أمك ماتت أول امبارح ودفناها امبارح. Ha ha ha!
حاجه على كده انتوا حاجه درويش فخله خدمه عنتر علينا عوض ومدنا عوض يا رجاله كله قلبه معاكم بس مفيش في ايدينا حاجه الله يكرمك حط ده سليم ده سليم ده حطه فوق ده اقطع دراعي المكان معلم كان ورا الحريقه دي بامانه ده لو كان الكن هو اللي عملها تبقى حركه معلم ايوه بس ده كان بيخاف من خياله ازاي يتجرأ ويعمل كده يا اخوانا الفلوس بتغير نفوس هو يعمل كده ليه المكان الاثنين قدامنا امبارح ماشيين مع بعض حلوين شغل معلمين بقى ايش فهمك انت فيه مكواجه هي شطرنج ولا هيعملوا يعني زي امريكا والاتحاد السوفيتي بتاع زمان يا لهوي يا رزق انت قديم قوي ولسه في حاجه اسمها كده ما قلت لك اسمها احنا ده قلنا في البدايه معلش اصله ما بيقراش جرايد بقاله يجي 20 سنه وهقراها ليه يا طعمدني ما هي الاخبار كلها شبه بعضها يا سيدي معلم صقر ايوه وز حمد يا معلم مش لاقيه راح فين هو كمان انا كمان من امبارح ما شفتوش عليا النعمه اول ما اشوفه لحقطع خبره غور من قدامي يلا تمشى لا حول ولا قوة إلا بالله حتى حندق كمان عمل فيها شخصية أنا نفسي أعرف بس إيه اللي شقلب بكيانك يا سوق العرب صباح بالخير يا معلمين كل عجل المعلم كان بيقول لكم إن الفرح بتاع بكرة تأجل لأجل غير ما يسمى والغايب بيقول اللي حاضر ولا الحاضر يقول لي اللي غايب ولا ايه مش عارف ليه بس يا عجة ده انا رابط بطني بقالي يومين ايه اللي حصل سلام عليكم عليكم السلام بس لازم الحكايه فيها امي مش عارف انا مش داخل دماغي ان الحكايه دي حاسه اساسين ومين يستغرى يعملها ولا عجة ايوه يا رئيس ستيم هو المعلم بتاعك فين ما فتحش ليه النهارده هو قاعد في البيت يا عيني ربنا يكفيك شره خير ماله يعني مكتئب شوية حبتين كده يعني طب غور من وشي تحت امرك يا رئيس ستيم ربنا يعوض عليكم السلام عليكم عليكم السلام كنتش شاكك ان القن هو اللي عملها وليه لا يمكن فأس الملعوب اللي انت حكيت لنا عنه في التحفيصة لا ما ظنش هيجيب الجراءة دي منين كان مين بس اللي عملها واحد من اتنين قالهمش تالت طب ما كنت قلتلي من الاول يا سيفاوزي انك بتضحك عليا وبتستفلي القوانطة لا كنا روحنا ولا جينا ولا كبرنا الموضوع على مفيش الله يسامحك يا وردي واني كمان حسامحك عشان خاطر سلطان ما هو غالي علي طب انت عايزني اقول لك ايه عمال تخدر فيا بقالك اسبوع حقك هرجعهولك يا ورده حقك وحق البنات محفوظ وهرجعهولك يا ورده ده اللي انت قدرت عليه يا فوزي انك تحرق مالي ومال سلطان اللي في الوكاله ومين بس اللي قال لك ان انا عملت كده بقول لك ايه يا فوزي ده انا اكتر واحده فهماك ما تعملش الحركات دي عليا لو فهماني بصحيح يبقى لازم تعرف ان طريقي هو نفس طريقك احنا الاتنين لنا حق ضايع يا وردي وعايزين نرجعه وهترجعه بقى ان شاء الله ازاي يا سي فوزي بالبلطاجة وشغل الليل الله يسامحك تاني وتالت بقول لك ايه يا فوزي الله جرى ايه هو انت بتلعبني ولا ايه انت عايز مني ايه بالظبط هدي نفسك امسكي اعصابك طب ما ترسيني انت مش واثقة فيها ولا ايه تلاتة بالله العظيم ما انا ماشية من هنا غير لما اعرف ايه اللي بيدور في دماغك يا فوزي يا ابو الليل لو كان ده اللي حيريحك ماشي انت مش عاوزة ترجع اللي اخده سعيد من سلطان الفلوس والوكالة والعربية والفيلا والشقق والاراضي كمان خلاص هيرجعوا وهترجعهم ازاي بقى ان شاء الله زي ما خدهم بالورق أنا تحت إيدي ورق يثبت إن سلطان ما باعش لسعيد أيوة حاجة وتحت إيدي كمان ورق يثبت إن سلطان باع لك يا وردة كل حاجة كله في السليم بيع وشراء وبتاريخ سابق كمان على تاريخ الورق اللي عند سعيد يعني إيه؟ يعني الورق اللي عنده يبل ويشرب ميته وتفتكر بقى إن شاء الله هو هيسكت؟ اللي في إيده يعمله الورق اللي عندي ما يخرش الميه
ومتسجل كمان في الشهر العقاري. وسكت عليه ليه؟ بقاله تكه والورق يظهر. تكت ايه بقى ان شاء الله؟ الصبر فاتك كتير والجاي بتاعنا. عارف يا فوزي لو كنت بتلعب بيا. عارف بس خديها مني، انا صحيح في عبر الدنيا انما عمري ما بعت حد اديته كلمه. وبيسألي سلطان لما يرجع. اللي يجي في الريش بقشيش يا ابن عمي. الحمد لله. سيستيمو. اهلا يا ابن الغور. قلبي عندك على الحل بالوكاله. تسلم يا اخويا. اخبار ابوك ايه؟ اهو دي اللي انا كنت جاي لك عشان. خير؟ وجرى له حاجه؟ لا زي البوم. بس انا سعيد كنت، يعني انا عارف ان الظروف مش مناسبه، بس انا سعيد كنت عايز اقول لك. فاهم يا عماد، ما تقول الله يخليك. ده انا مش فاضي بصراحه يا سعيد، وعلى بلاطه كده انا مش طايق اقعد في البلد دي. تاني هعمل ايه يعني يا سعيد؟ ما انت شايف، يعني عاجبك اول حال هنا؟ عاجبني ولا مش عاجبني؟ انت حر يا اخويا يا عماد، تسافر ولا ما تسافرش، انت هتحملني همك ولا ايه؟ ده انا اللي فيا مكفيني يا اخويا، انت شايف. ما هو المهم يا سعيد يعني الاقي الفلوس اللي هسافر بيها. دلوقتي بتجيب من الاخر. هم 50 باكو مقفلين مش اكتر. يا دين النبي، فلوس دي كلها عشان تسيب البلد؟ ما هو كله مش شرع يا سعيد، وانت عارف يعني البيبان بره مش مفتوحه لنا قوي. ما تسلفني الفلوس دي يا سعيد. بص يا عم عماد، انا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني، هي شغلانه انا طالبها من ابوك، اعملها لي ادي له فلوس، اديها لك بقى يشتري بيها حمام وطيره، دي مش شغلتي. ما انت عارف يا سعيد. ده اخر ما عندي يا عم عماد، الشغلانه قصاد الفلوس، غير كده طريقك زراعي يا عم. كده تشكر يا سستيم. العفو يا حبيبي. حد يجي يشيل الفلوس في ظروف زي دي؟ الواد ما عندوش ريحه الدم. هو ظاهر في ازمه دم اليومين دول يا دكتور. عنتر. مفيش كلام جاي في البلد من ليله امبارح غير حريق وكلب جوزك. يعني اصلي كمان ما شفتوش من قبلها بكام يوم. يعني ما تعرفيش اللي بيتقال صحيح ولا لا، اذا كان الحريق ده عن قصد ولا حادثه عاديه؟ ولا اعرف. يعني انت فاهمه انه بيقولي على حاجه؟ بس يا واد انت وهو وجعت دماغتنا. اليوم دي ما بتتهدش. انا عارفه، انا سمعت كده ان كان هو اللي عاملها في جوزك بالعين عشان الست اللي بينهم اللي هي طليقه جوزك. لا ما اظنش، خصوصا ان الجوازه اتفركشت. لا بتتكلمي جد؟ هي نطوره كلام زي اللي بتسمعيه. نطوره كلام ده ايه؟ ده البيت فوق البيت، يعني اكيد سمعتي حاجه. سايق عليكي النبي لا تقولي، مستكتره الفرحه عليا ولا ايه نوجة؟ ما هو يمكن اللي يفرحك ويسعدك يتهز غيرك. ايه اللي بتقوليه ده؟ ولا حاجه، انا اصلي ساعات بخطرف. المهم اطمني، العروسه كرشت العريس. انت هتديني الكلام بالقطره، ما تحكي دغري بقى يا نوجه. هي امك شكلها مش طايقاني ولا ايه؟ انت بتردش ليه يا ابني انت؟ مش انت السايس اللي هنا؟ اركنها وخلي بالك منها لحد ما ارجع لك. Thank you.
في مقلب الزبالة اللي ورا السوق. الواد حندق بتاع الوريش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. من أنت الكلام ده؟ شوية صغيرين. محلة فنون. قبل ما الحكومة تاخد خبر وتدخل صقر والعيال اللي مسرحهم في سن وجيه. هو أصل العيال اللي زي الواد حندق ده. مالهمش تمن. عيال سريحة وعلى باب الله. زيي وزي كل اللي في السوق. الظاهر يا ريس إن السمك الصغير مالوش عايش في البحر ده. السمك الكبير استوحش وبيطيح في كل اللي قدامه. الميزان اختل. مش انت اللي عملتنا كده برضه يا ريس؟ فيش بوداني دول سمعها وهي بتشحت برا البيت. وانا بقول اني مش شايف اماره ان في حاجه هتتم بكره ولا حتى بعد اسبوع. ولا امينه كلكم وامينه كوم اللي كانت نفسها تجوزها اي مخلوق وباي طريقه بقت معاها على طول الخط. ده كمان ساعدتها على انها تشحته من البيت. هو ده مخلوق زي مخلوق ربنا؟ أنا قلت في عقلي بالي إنها هتفوق، بس الحمد لله إنها فاقت قبل فوات الأوان. أيوه. عطم. مساء الخير يا سعيد. مساء الخيرات خير يا عطم. أنا كنت عايزك في كلمتين. طب ما تخش، اتفضلي اتفضلي. خشي سعيد. ما انا عايزه اتكلم معاك لوحدينا. طب خشي اتفضلي. اقعدي. خير في ايه يا طب؟ انا محتاجه لك يا سعيد. أنا وقعت من السما وأنت استلقفتني. طب ما تفهميني إيه الحكاية؟ الكن يا سعيد. ماله؟ مش عايز يطلق. أنا عارفة إن أنا اتهببت غلط وإن كلكم حذرتوني في الأول. وأنت كنت أول واحد حذرتني وكاتب الكتاب. بس كويس إن أنا ما فوقتش متأخر. كويس اني فوت دلوقتي يا سعيد قبل فوات الاوان. دي تاني غلطه يا عطا. انا عارفه انها تاني غلطه يا سعيد. انا مش جايه استسمحك. انا جايه اقول لك بس تقف جنبي. احنا في الاول وفي الاخر ولاد خاله. وانت ابو عيالي. يعني عاوزاني اجبره يطلقك؟ لا بس انا عارفه ان انت ليك كلمه عليه. طب ما ترفعي عليه قضية وتخلعيه زي ما رفعتي عليا قضية في حكاية الحضانة. عايزنا نفضح وسط الناس يا سعيد؟ انت اخرتها. والله مش عارف اقول لك ايه. لو
وقلت لي ان انت مالكش صلاح بالموضوع انا عذرك. لو كنت عارفة يا قطم ان انا هقولك انه مالي صالح بيكي ما كنتيش جيتي. يعني هتخليه يطلعني؟ خلاص بقولك سيبيني اشوف حاضر اعمل ايه. البرنسيسة كانت عايزة ايه؟ ما مفيش حاجة مهمة تاني يا سعيد. هو احنا مش اتفقنا ان احنا نقفل الباب ده بالضبة والمفتاح؟ حصل، بس ما تنسيش انها مولادي حقها تطلع من وقت للتاني عشان تطمن العيال. وانت بقى عايز تفهمني انها يا كبدي طلعت تطمن على العيلين؟ فين اوجا؟ انت ناوياها ولا ايه؟ هل يعني دماغي دلوقتي مش شايفه اللي انا فيه؟ يعني انا مش شايفه والبرنسيسه الهانم ام العيلين هي اللي شايفه ولا تروح على قلبك زي العسل؟ قسما بالله العظيم لو ما لميت لسانك يا نوجا هتعمل ايه يا سعيد؟ هتعمل ايه؟ هسيب البيت المنيل ده وانزل ابات بره. سلام يا حاجه. استنى يا سعيد يا ابني استنى. نوجا يا نوجا وفين انت؟ مفيش حاجة حبايبي تعالوا. اتفضل. مين يا عجة؟ ده سعادة الباشا الريس ستيمو وصل. يا اهلا وسهلا. عامل كده ليه؟ اهو يا اهلا. خير؟ بقالك كم يوم ما فتحتش. المزاج وحش شوية يا ريس سعيد. ربنا يعوض عليك بقى في الوكالة واللي اتحرق فيها. أنا ما حرقتش الوكالة يا ريس سعيد. لا، في الغالب مش أنت. لا مش في الغالب، ده أكيد. أنا خلاص ربنا طاب عليا من الجو ده نهائي، وعايز راحة دماغي. لو عاوز تطلع من الجو ده نهائي مظبوط يا كان، فاضل حاجة واحدة تعملها وتريح دماغك مظبوط. هي إيه الحاجة دي؟ قطم. ايه كلامي مش عاجبك ولا ايه؟ هو انا لسه سمعت حاجه؟ موتي بسمي امور الاستهبال بتاعتك يا كم. انا عارف انها زعلانه مني كمني مديت ايدي عليها يعني، بس دي امور عاديه يعني بتحصل بين اي اتنين. هو انت مديت ايدك عليها يالا؟ مراتي وبأدبها من حقي يعني؟ مش من حقي برضه ان الواحد يعد باهل بيته؟ دي لا كانت ولا هتبقى من اهل بيتك، انت هتطلقها. اعوذ بالله ليه كده يا اخي؟ انت جاي تخرب عليا يا سعيد. بص يا كام، يكون في علمك ان كل اللي بينا كوم والحكايه دي كوم تاني خالص. دي مش ما
محضر انا جاي لك عشان تتنازل عنه، لا ولا حد جاي لك عشان اسالك عن طريقه. دي بنت خالتي وفي نفس الوقت ام عيالي، فاهم انا بقصد ايه؟ وانا اللي فاكرك مرسال جاي، يعني قصدك تصلح ما بيننا. اخرس يالا واحترم نفسك، اصلح بينكم ليه وبأمارة ايه؟ وانت شايفها يعني دايبه في دباديبك ولا مش قادره تعيش من غير خلقتك السمحه؟ امال قبلت ليه نكتب الكتاب طيب؟ غلطت، غلطت يا اخي، غلطه وفقت منها وعاوزه تلحق نفسها قبل ما رجلها تغرز اكتر من كده. يعني ده اخر كلام عندها؟ ايوه، بس انا مش هطلق. لا لا، انت هتطلق يا كم بالعافيه يعني؟ باي طريقه، ده كلام نهائي وانا بقوله. طب قابلها ونتكلم. سبحان الله فيك يا اخي، انت كبرتك ايه؟ اسمع يا كن، انا استحملتك زياده عن اللزوم وشلت عبطك واستهبالك وقرفك ورسالتك وسالتك على كتافي لحد ما استكفيت. خلاص اخرك معايا، اجا يا كن خلاص. وزي ما قلت لك كل شيء بينكم والحكايه دي قوم تاني. طب اهدى بالراحه يا ريس سعيد. هو انت خليت فيها راحه؟ اسمع، بكره تنزل المحكمة وتبعت ورقة قطم البيت. بكره يا كان، قول ان شاء الله. ازيك يا ست عزيزة؟ مين؟ محسوبك اتكلم. أمال نوجة موجودة؟ دقيقة يا نوجة، نوجة في ايه يا ماما؟ تليفون عشانك أخوكي. أيوة يا كان. يرضيك اللي بيحصل ده يا نوجة؟ هو في ايه؟ يعني كل يوم والتاني جوزك ينطلي في البيت ويسمعلي كلمتين؟ ما هو انت اللي مش راضي تتعادل يا كان. يخرب بيت دي حكايه، حتى انت كمان هتيجي عليا. امال يعني هو هيجي يسمعك كلمتين كده من الباب للطاق؟ لا يا ستي، الغيو عايزنا اطلق مراتي الجديده ام عياله. نوجا، نوجا، نوجا سمعاني؟ مساء الخير يا قطم. عملت لي ايه في موضوعي؟ كل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله، ما تشيليش هم يا قطم. يعني رحت للبعيد ده واتكلمت معاه؟ اه كلمته، بس الحكايه محتاجه وقت يا قطم، بس انا اضمن لك انها هتنتهي على خير ان شاء الله. طب افرض يعني عصلك. وعصلك ازاي؟ انا هعرف ازاي اخليه يطلقك ورجله فوق رقبته. ربنا يخليك لي يا سعيد. صباح الخير يا قطم. وانت من اهله. ايه اللي موقفك على السلم يا نوجة؟ هيكون ايه يعني؟ مستنياه؟ من امتى بتستنيني على السلم بقى؟ استناك اني؟ احسن ما حد غيري يستناك، على الاقل اني لسه مراتك لحد دلوقتي.